أمين إبراهيم محمد بس. تمام، أنت حضرتك عندك كام سنة؟ أنا دلوقتي بقى ماني مولد 42. ربنا يديك الصحة يا رب. ربنا يديك الصحة. يعني 78 كده. تمام. حضرتك حفظت القرآن ده عندك كام سنة يا حاج؟ وانا عندي 10 سنين. 10 سنين كنت حافظها تجويد وتلاوة وكل. اه بإذن الله. لا، لكن انت حفظت القرآن نفسه بدون تجويد، كان عند حضرتك كام سنة كده؟ كان عندي بتاع 8 سنين كده. وخدت الباقي بقى في التجويد والأحكام والحاجات دي. تمام. لحد بقى ما واني كده، هو كان الله يرحمه الشيخ وحياة القرآن، كان ما يلاقيش بنته هناك تجيبني كان يجيبني هو من ايدي كده. الشيخ اللي بيحفظ حضرتك؟ اصل من البلد يعني، وعارفيننا كليه يعني، عارفيننا كليه، كان يجيبني لحد البيت. تمام. الله يرحمه ويجعل اراه الجنه. لحد ما اتجوزت برضه وكنت بروح له برضه. لحد ما اتجوزت برضه كنت بتتابع برضه القراءه؟ كنت بروح. اصل اتجوزت وانا صغير. ربنا يديك الصحة يا رب. كان ابو سحر بقى، كان ابو فارس كان امير قوي الله يرحمه، وخدني بقى كان جنبينا. هو كان ساعدك برضه بعد الجواز برضه يا حاجة انك تحفظ القرآن برضه زوج حضرتك؟ مين؟ هو كان بيقول لي روحي، بس هو مش كان ما كانش حافظ يعني. كان بيقول لي روحي. انا هروح عشان الشيخ فرحات يقول لي روحي. تمام. كان بيساعدك انك تحفظه وتكمل يعني؟ كان مبسوط يعني من القرآن. كان مبسوط بجد. انت حضرتك قعدت معاه قد ايه بقى كده قبل ما تروح؟ قعدت معاه 22 سنة. 22 سنة؟ ربنا عطاني منه فارس ومحمد وصح. تمام. والحمد لله من رضا ربنا. الحمد لله. يعني هو كان داعم ليك على طول يعني في حفظ القرآن وكده؟ كان مبسوط يعني وكان فرحان لك. بسمعهم كلهم اللي هم في الراديو. اللي هو الشيخ احمد عوض من صيوط. تمام. ويا سيدي لما انت والشيخ محمد الليسي، وكلهم يعني بحب اسمع. انا عارفهم كلهم. والشيخ ابو الوفا؟ والشيخ ابو الوفا يديك طول العمر ويجعل اراك الجنه يعني. كلهم كلهم بحبهم. الراديو عند فجر ما نمشي الا لما اصلي قيام الليل والفجر. طب انت كنت بعد يعني انت بعد كده بتتابع بقى حفظ القران ازاي؟ بتسمعي عن طريق الراديو برضو ولا فيها؟ لا، انا كان واحد مثل بقى، كان الشيخ بيقعدني كده جنبه. وجدع يعني بيتعلم وكده، كان عيال كتير. تعالى يا عبده، تعالى يا محمد، قري امين. تمام. قري امين يا محمد او يا عبد او يقوم يقريني وهو يسمعني. تمام. عشان يعني يشوفني يقريني ويسمعني ويصرف في العيال، ويقول له اقعدي بقى جودي من ربع الفلان، جودي من ربع الفلان. تمام. يخلينا اقرا كده شويه اجود، ويقول لي بس احلى حاجه كده جوعت. ويحوش عنا الوباء ده، ويحوش عنا البلاء، ويحوش عنا كل حاجة، ويحوش عنكم كل حاجة، ولا تجيب لكوش حاجة وحشة، ويكفيكوا شر المرض، ولا تناموش عيانين أبدا يا رب. بس عرزقكم طول عمركم. آمين. بإذن الله ربنا يدوكوا طول العمر ويوسع رزقكم ويطول عمركم. نفسي في حجة. حج. أزور بيت الله. نفسي أزور بيت الله كده، وهينبقوا ثواب أوي بجد. رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الرحمن فاسأل به خبيرا.
وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أنا اسمي كروم أحمد، عندي 19 سنة من توخ. يعني الفكرة جت لي عموما إن حبيت إن يبقى لينا ذكرى ليها وكده وتبقى موجودة معانا على طول. تمام. اللي بعدين يعني وكده، ونفس الوقت الناس كلها هنا حباها كويس وجميل، وفي نفس الوقت يبقى ثواب ليها. تمام. والناس برضو بتعرفها وتدعي لها وكده ويسمعوها ويسمعوها. ليه سميت الصفحة بركة عموما يعني؟ عشان هي عموما هي بركة في أي مكان بتقعد فيه أو بتبقى موجودة فيه يعني، فهي الفكرة جات لي من كده. هي بركة المكان اللي بتبقى موجوده فيه بيبقى خير المكان يعني. فعشان كده سميت اسم الصفحه البركه يعني. لقيت التفاعل مع الصفحه عموما ازاي بقى بعد كده؟ هي الصفحه عموما انا اول فيديو عملته وكده نزلته وقلت اشوف رد فعل الناس الاول، لقيت الناس حابه الصوت جدا والتفاعل بقى كويس عليها والناس بتشكر في الصوت وبتدعي لها وحابه ان هي تسمعه تاني، فابتديت بقى اصور فيديوهات تاني وانزل ايه فيديوهات وكده بطلب من الناس اللي على الصفحة يعني كده. فابتديت بقى كل فترة كده اصور كذا فيديو كده برضو عشان هي بتبقى تعبانة فبقدرش ان انا اصورها كل يوم يعني، فبصورها كل فترة وكده وانزل على الصفحة وكده.